أكد النائب وليد جنبلاط أنه على اللبنانيين أن يلتقوا من دون شروط مسبقة، وأن لا يبنوا حسابات خاطئة على الحدث السوري، جازما أن الحوار يشكل ضرورة قصوى لا يمكن القفز فوقها. جنبلاط وفي حديث لصحيفة السفير أنه لا يمكن انتظار الوضع السوري لتصفية الحسابات في الداخل اللبناني، مبديا استغرابه من الحالة الازدواجية التي يتعاطف فيها تيار المستقبل مع مسألة الحوار، حيث يرفض الجلوس إلى طاولة مستديرة تضم كل القوى السياسية، بينما لا يمانع من اللجوء إلى أحد الفنادق كي يشارك في اجتماعات اللجنة الفرعية المخصصة لدراسة قانون الانتخابات. اعتبر أنه من الخطأ البقاء في مربع الانتظار، لأن سوريا تسقط بكاملها في المجهول، ولهذا من غير المنطقي مقاطعة المؤسسات الدستورية بالمطلق.